الأول شيء خليني بلش معك ست أم همام، قديش المبلغ اللي تم سرقته من منزلك؟ 33,000 دولار. صالح قديش المبلغ عندك؟ يعني 90 جرام ذهب و 40,000 تركي. أخ محمد أستاذ الكريم، نحن تم الاحتيال علينا ب 11,000 دولار. قال لي فورا جيبي الهوية تبع سجا وأنا رح نقلك البيانات تبعها وأنتي بس تقولي إيه. كله تمام. شو عرف عن حاله؟ قال لك مين هو؟ نحن البوليس. قال لي كل شي بتطلعي وبتحطي وبتصوري، كل شي في عندك بالبيت. هاي الصور؟ إيه هاي الصور موجودة. صورتيهم وبعثتيلهم؟ وبعثتيلهم، بعثتهم إلهم. قال لي بس في ملاحظة، نحن إذا ما اقتنعنا بهذا الكلام إحنا راح يكون بعد 10 دقائق راح نداهم البيت وراح يعني ما نخلي شيء مع شيء، وإذا في حال وجدنا شيء غير اللي أنت مصورتي راح تكون عواقب الأمر وخيمة، وراح يكون في شك قوي اتجاهكم إنه أنتم مشاركين مع هاي العصابات، مع هاي المجموعة الإرهابية. همام قديش المبلغ اللي تم سرقته من منزلك؟ 33,000 دولار. هون حول زوجي على هذا الآيبان، حولت 3,000 دولار. يوم الجمعة الصبح اتصلوا فينا الاستخبارات التركية، رحنا عليهم قالوا لي إذا شفتيه بتتعرفي عليه. قلت لهم طبعا. فتت لعنده على الغرفة وتعرفت عليه بشكل نظامي، يعني هو ما في عندي شك يعني بيه. أنا الساعة 9 بتصلوا فيني، يعني نفس كلام الأخت، يعني 100%. قالوا لي معك بالسفارة. بلش قال لي نحن مسكنا عصابة إرهابية الساعة 3 بالليل مبارح، وعبدعوا أنه أنت و 25 شخص معك تتعاملوا معهم وعبيعطوكم ذهب ومصاري. صالح قديش المبلغ عندك؟ يعني 90 جرام ذهب و 40,000 تركي. أخ محمد أستاذ الكريم، نحن تم الاحتيال علينا ب 11,000 دولار.